عليكم، راح يكون في الجزء الثاني في الدرس تاع الاشتقاق بالنسبه لاولى باك اداب. ان شاء الله اليوم في هذا الجزء هذا غادي نتعرفوا على الداله المشتقه وبالضبط اشتقاق بعض الدوال الاعتياديه. ملي كتكون عندنا واحد الداله كنرمزوا لها ب اف لي اكس، يعني اف لي اكس كتساوي واحد مثلا اكس اس 2 زائد 5 اكس. باش تكون نعرفوا المشتقه ديالها كنرمزوا لها ب اف بريم لي اكس، يعني هذه هي الداله اللي كتكون عندنا اف لي اكس دالة عددية، المشتقة ديالها مشتقة اف لي اكس هي اف بريم لي اكس، يعني هي الدالة العادية والمشتقة ديالها هي اف بريم لي اكس. هنا في هذه الجدول هذا غادي نعرفوا الاشتقاق تاع بعض الدوال الاعتيادية. مثلا الا كانت عندنا دالة فيها عدد ا هو عدد ا ينتمي ل ار، مثلا اف لي اكس اف لي اكس يساوي مثلا 5، اشتقاقها هو اف بريم الاكس يساوي شحال؟ قلنا الا كان عندنا عدد فاشتقاقه دائما هو صفر. عندنا اف لي اكس كتساوي مليون، اف بريم الاكس هي صفر. عندنا اف الاكس كيساوي 6000، اف بريم الاكس كيساوي صفر. دائما الا كانت الداله على شكل عدد، يعني اف الاكس كيساوي واحد العدد، فان الاشتقاق تاع العدد ديما يساوي صفر دائما. بالنسبه دابا الا كانت عندنا داله يساوي اف الاكس كتساوي اكس، مثلا اف الاكس كتساوي اكس، فالاشتقاق ديالها كيساوي واحد. دائما الاشتقاق تاع اكس هو واحد، مثلا اف الاكس يساوي اكس زائد واحد مثلا، فالاشتقاق ديالها شحال غيساوي؟ اف بريم الاكس قلنا الاشتقاق تاع اكس شحال كيساوي؟ واحد. والاشتقاق تاع العدد شحال كيساوي؟ صفر. يعني اف بريم الاكس يساوي واحد. الى عندنا تاني اف لي اكس كتساوي اكس، فان الاشتقاق ديالها اف بريم الاكس يساوي واحد. بالنسبه الى كانت عندنا داله على شكل ا اكس، يعني اف لي اكس كتساوي ا اكس، هذا ا هذا هو عدد، ولكن بينه وبين اكس كاين عندنا الضرب. مثلا عندنا اف لي اكس يساوي 3 اكس، 3 هو ا واكس هو نيت اكس، يعني الاشتقاق ديالو هو هاد ا هذا 3. عندنا اف لي اكس يساوي 100 اكس، الاشتقاق اللي هو اف بريم الاكس شحال غيساوي؟ قلنا هو داك العدد اللي تيكون عندنا هو 100. اف لي اكس يساوي 6000 اكس، يعني اف بريم لي اكس كتساوي 6000. دائما الاشتقاق تاع ا اكس هو ا. دابا غنشوفوا الداله الا كانت ا اكس زائد بي، الا كان عندنا ا اكس اف لي اكس على شكل ا اكس زائد بي. مثال بحال اف لي اكس كتساوي 4 اكس زائد 5، شنو هو الاشتقاق تاعها؟ قلنا هذا هو عدد، يعني الاشتقاق ديالو ديما هو صفر، وهنايا كيبقى لي 4، يعني كيبقى لي غير الاشتقاق تاع 4 اكس. وبما ان الاشتقاق تاع ا اكس هو ا، يعني الاشتقاق تاع 4 اكس فهو 4، يعني اف بريم لي اكس كتساوي 4 اكس اللي هي شحال؟ الاشتقاق تاع 4 اكس هو 4 زائد الاشتقاق تاع 5 هو صفر اللي هو 4، يعني اف بريم لي اكس يساوي 4. يعني دائما الا كانت عندنا الداله على شكل ا اكس زائد بي، فان الاشتقاق ديالها هو ا، الاشتقاق هنا ديالها هو ا. دابا الا كانت عندنا اكس اس ان، عندنا اكس اس ان
اف لي اكس يساوي اكس اس ان. بحال مثلا اف لي اكس يساوي اكس اس جوج مثلا، هذا الاشتقاق ديالو شنو كنديرو؟ اف بريم الاكس يساوي كناخدو هاد ان كنحطوه هنا فوا اكس اس ان ناقص واحد. ناخدو المثال تاع هادي اف لي اكس يساوي اكس اس اتنان، يعني اف بريم الاكس يساوي شحال؟ ان هو اتنان، ها هي مضروب في اكس اس ان اللي هو اتنان ناقص واحد، اللي هو اتنان في اكس اس اتنان ناقص واحد اللي هي واحد. يعني اف بريم الاكس يساوي اتناني اكس. مثلا عندنا اف لي اكس يساوي اكس اس سبعة، فان الاشتقاق ديالو اف بريم الاكس يساوي قلنا ان هو سبعة في اكس اس سبعة ناقص واحد يساوي سبعة في اكس اس ستة. يعني الاشتقاق تاع اكس اس ان هو ان في اكس اس ان ناقص واحد. دابا بقات لنا الداله جذر اكس. الا كانت عندنا اف لي اكس يساوي جذر اكس، فان الاشتقاق ديالها اف بريم لي اكس يساوي واحد على اتنان جذر اكس. يعني دائما لك تقوم دالة اف لي اكس يساوي جذر اكس، فان الاشتقاق ديالها يساوي واحد على اتنان جذر اكس. بقاتنا اخر دالة اعتيادية اللي هي واحد على اكس. الاشتقاق الا كانت عندنا دالة اف لي اكس يساوي واحد على اكس، فان الاشتقاق ديالها اف بريم لي اكس يساوي ناقص واحد على اكس اس اتنان. هاد الجدول يعني نديرو ناقص واحد على اكس اس اتنان، هاد الجدول كيجمع لنا الدول الاعتيادية اللي غادي تستعملوهم باش تخدموا التمارين اللي عندكم في اشتقاق تاع دالة. ضروري خصكم تكونوا حافظينه باش يجيوكم جميع التمارين ساهلين. يعني هادو فهم دوال اعتيادية خاصهم ضروري يكونوا محفوظين ومضبوطين باش جميع التمارين ان شاء الله نحاولوا نجاوبوا عليهم. وكذلك الفقرة ديال العمليات على الدول المشتقة هي تجينا سهلة. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا هاد الشيء درنا ان شاء الله في هذا الفيديو. هذا في الحصة الثانية، في الحصة الثالثة غادي ندخلوا العمليات على الدول المشتقة.